قالت مصادر للعربية الحدث اليوم إن المجلس العسكري حسم خياراته فيما يتعلق بأسماء المجلس السيادي باختيار 5 من أعضائه الحاليين. وبحسب المصادر فإن الفريق عبد الفتاح البرهان سيكون رئيسا للمجلس، وبعضوية الفريق محمد حمدان دجلوح ميتي، والفريق شمس الدين كباشي، والفريق ياسر العطا، والفريق صلاح عبد الخالق، وذلك من بين 7 أعضاء كانوا يشغلون المجلس الانتقالي. ومن المقرر أن تحسم اليوم الخميس قوى الحرية والتغيير بحسب مصادر أسماء المجلس السيادي ورئيس الوزراء وأسماء القضاء والنائب العام في اجتماع موسع يضم مجلس القيادة والآلية التنسيقية واللجنة العليا للترشيحات. واجتمعت اللجان الفنية لقوى التغيير أمس الأربعاء لتسهيل الاختيارات في اجتماع اليوم.